مشاهدينا، أول الحديث عن الفساد الذي يضرب القطاع المالي في العراق والمتمثل في مزاد العملة. ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح اللو. السلام عليكم. سلام. حياكم الله. التقارير والخبراء يؤكدون أن ما تسمى بالدولة العميقة تقف وراء فساد مزاد العملة في العراق، وأن عمليات تهريب العملة مستمرة عبر شركات غير مسجلة. كيف يمكن قراءة ذلك؟ حقيقة الوضع المالي بالعراق منذ 2003 ولغاية اليوم تشوبه حالات من الفساد واضحة المعالم نعم من خلال بدء عمليات بيع العملة، وهكذا نلاحظ أن جميع المصارف العاملة بالعراق والتي كثرت بشكل كبير جدا لا تستطيع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي السيطرة على طبيعة عملها وشرائها للعملة الصعبة، وذلك بتقديم مختلف أنواع الفواتير التي قد تكون غير صحيحة، أو شركات عاملة في استيراد كثيرا من المواد حيث تتم عمليات شراء العملة بقيمة كبيرة جدا، ولكن البضائع والمواد التي تدخل العراق لا تساوي هذه العمل التي يتم عملية إخراجها وتحويلها إلى خارج البنك المركزي العراقي، مما يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة جدا في العملة الصعبة الموجودة دون استثمارها في مشاريع استثمارية حقيقية في داخل العراق. وحتى التخصيصات الاستثمارية الموجودة في الوزارات والمؤسسات نعم تتمكن جهات حزبية وجهات متسلطة في إدارة الدولة من خلال وجود الموظفين التابعين لهذه الأحزاب بما يسمى بمكاتب المكاتب الحسابية والتجارية الخاصة بها في كل وزارة، تتمكن من الاستيلاء على حصة الأسد في التعاقد مع تلك الوزارة في الاستحواذ على التخصيصات المخصصة لعمليات الاستثمار من خلال أما شركات غير واضحة المعالم، قد تكون شركات وهمية أو أنها شركات تعمل لحساب هذه الأحزاب وهذه القوى فتساعد في عمليات تهريب وعملية سرقة الأموال المختلفة الموجودة في عمليات التخصيص للموازنات منذ 2003 ولغاية اليوم. نعم. هل هناك أدوار أخرى، آليات أخرى تلعبها الأحزاب السياسية المسيطرة على المشهد السياسي في العراق بسيطرتها على القطاع المالي؟ بالتأكيد أن هناك كثيرا من الأحزاب تمتلك شركات بأسماء خارج إطار أحزابها. نعم. يعني قد تمتلك مؤسسات وشركات خارج العراق ومسجلة لدى البنك المركزي، وكذلك أيضا مسجلة لدى وزارة التخطيط ومعتمدة من الوزارات، حيث أن أغلب الوزارات التي لديها تخصيصات مالية كبيرة جدا وسيادية بنفس الوقت كوزارة النفط وكذلك أيضا وزارة التجارة وغيرها من الوزارات التي تخصص لها تخصيصات كبيرة جدا، نعم، تكون تابعة لهذه الأحزاب، مما يساعد في عمليات التعاقد مع شركات من الخارج هي تابعة لهذه الأحزاب، مما تستفيد منه في عملية دعم لأولا ميليشياتها أو لدعم قوى دولية قد تكون لإنقاذها من كثيرا من العقوبات التي قد تفرض عليها أو أنها تعيش أزمات اقتصادية ومالية، وهذا لاحظ يؤدي ذلك إلى عملية استنزاف للثروة العراقية والإيرادات النفطية التي دخلت العراق. ومن المعلومات المهمة هو أن الخزانة الأمريكية في 2/11/2022
أصدرت قراراً طلبت من البنك المركزي العراقي تجميد أرصدة مصارف السيد علي غلام الذي يمتلك 3 مصارف بأسماء الشرق الأوسط والقابض والأنصاري، وبنفس الوقت هو أيضاً متهم قبل أكثر من 3 أشهر في شركة باب عشتار التي سحبت مبلغ من بنك الرافدين ما قيمته 850 مليون دولار. نلاحظ نتيجة لعمليات الإخلال بتعاقدات وهمية قد تكون أو غير منجزة، مما دفع بوجود محكمة اتحادية أعطت الضوء الأخضر نلاحظ لحصة وحقوق هذه الشركة في عمليات التعويض لمبالغ وفق عقود لم تمر على قانونية البنك المركزي أو على قانونية الوزارة المالية، وهذه أيضا فضحها السيد وزير المالية أثناء استقالته بعد خروجه من العراق. نعم. طيب هنا دكتور، يعني ما هو أو محاولات شركاء العملية السياسية بالسيطرة على المزاد العملة في البنك المركزي العراقي، ما هي انعكاسات هذا أو هذه السيطرة على القطاع المالي في العراق بصورة أعمق؟ بالتأكيد هذه القوى مرتبطة بأجندات خارجية، هذه الأجندات داعمة لها بشكل أو بآخر في استمرارية وجودها بالسلطة. نعم. وبنفس الوقت تعمل على توظيف هذه الأموال في عمليات دعم مختلفة لقوى تنفذ عمليات قد تكون حتى عمليات قسم منها قد تكون عسكرية أو عمليات لإجهاض كثيرا من المخططات. نعم. أو ولكن كثيرا من السؤال هنا أثرها على القطاع المالي في العراق. بالتأكيد أن العراق حاليا بأمس الحاجة لهذه الإيرادات التي دخلت العراق، أولاً في عمليات بناء البنية التحتية حيث الخدمات متردية، بنفس الوقت عدم وجود أي شكل من أشكال الاستثمار، وحتى إذا وجدت مشاريع استثمارية فإن عمليات الصرف وعمليات الهدر نلاحظ لا تتناسب وهذه المشاريع في إنجازاتها. وهكذا أيضا تكلم عنها سيد رئيس الوزراء الجديد السيد السوداني أن هناك العديد من المشاريع في بغداد وغيرها. نعم. تمت تخصيصات كبيرة لها ولكن لا توجد على الواقع، وهذا يدلل على أن هناك فساد مالي وإداري في هذه المؤسسات. من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح الله، شكرا جزيلا لك.